Life is very busy these days. There are too many. The Lunchbox, فيلم رومانسي هندي يدور حول قصة امرأة تحاول إعادة إحياء الشعلة في قلب زوجها، وذلك بالوسيلة الوحيدة التي تتقنها، تحضير أطباق لذيذة ترسلها له إلى مكتبه عبر عمال التوصيل أو ما يعرف بالدبوالة في مدينة مومباي. لكن وفي خطأ نادر تصل علبة الطعام إلى رجل آخر يعاني من الوحدة بعد موت زوجته، وتبدأ بينهما علاقة بالمراسلة. الدبوالة خدمة توصيل بين المنازل والمكاتب في مومباي، وتعود إلى ما يزيد عن 20 عاما. الدبوالة مهنة قديمة ويتنقلها الأبناء عن الأباء، وهم يأتون من القرى حول مومباي، وهم يوصلون 100,000 الوجبات كل يوم. علب ترسلها الزوجات إلى أزواجهن في المكاتب، وهم لا يخطئون أبدا. Just reached home. I was waiting for your update. وطوال الفيلم okay. إلا لا تغادر المنزل، وعالمها يدور في المطبخ. وعندما تتحدث مع جارتها فالحوار يتم ما وراء الجدار، وعلبة الغداء تضعها في علاقة مع العالم الخارجي. Her world is so small, you know. It's عالمها ضيق. The kitchen is her. والمطبخ يمثل كل شيء بالنسبة لها. It's her office. It's her. إنه مكتبها ومصنعها وكل ما تملك. Belonging. So it's a very simple life. حياتها بسيطة. إلى أن تعي أن الحياة التي عاشتها حتى الآن كانت خارج كل ما يمكن أن يتصور، وأن هناك حياة واحدة ويجب أن نحياها حسب ما نشاء. المخرج أراد أن تبقى العلاقة بالمراسلة بقدر المستطاع. صبابو أوفيس چلے گئے، يشفي سكول چلے گئے، اور میں دیشپانڈے آنٹی کے ساتھ کھانا بنانے لگ گئی. I drew a lot of inspiration out of all the letters. تبادل الرسائل شكل مصدر الإلهام، وتساءلت لماذا سيكتبان في آن معا، وما الذي سيكتبانه. والوحدة لم تكن فقط أرهان بقدر ما كانت أمرا أساسيا ومهما، بمعنى أن تكون رفاهة لا تحصل عليها على الدوام. الفيلم يدور حول الوحدة في مدينة تعد ما يزيد عن 15 مليون نسمة. إقبال بداو شيخ. سر. تم كبي اڑان گئے اوٹا؟ في المدن الكبيرة يمكن أن تكون وحيدا وسط الزحام. والفيلم يخاطب العديدين. غالبا ما تسألت كيف يمكن لذلك أن يحصل، هذه مسألة إنسانية، مسألة الوحدة في المدن. الفيلم عرض في مهرجان كان ضمن أسبوع النقاد في شهر مايو أيار الماضي، وشارك في العديد من المهرجانات حول العالم في تورنتو ولندن وكارلو فيفياري.